أما هلأ محطتنا التالية سمر رح نتعرف فيها على تقنية جديدة وآلية القبعات الست للتفكير التي تعتبر من أهم أساليب وطرق تنمية الإبداع في تحسين التفكير الإبداعي. تساعد قبعات التفكير الست على منح عملية التفكير قدرة أو قدرها من الوقت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع بصرنا نرحب بالاختصاصية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك يا غالية. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح السعادة وصباح كل الشغلات الحلوة يا رب. يسعد صباحك عن جديد غالية. خلينا نحكي بالبداية عن مفهوم القبعات الست. مثل ما بنعرف هذا المصطلح هو لإدوارد دي بونو. خلينا نحكي كيف إجا هذا المصطلح، شو السبب التسمية، وخلينا نبدأ معه. تمام يا صديقتي. أول شيء بالمجمل هذا الموضوع جدا مهم وجدا رائع، والموضوع نحن بالحياة العادية بنستعمله بطرق كتير يعني بسيطة، بطرق كتير عفوية وتلقائية. لما أضاء العلم عليه وبلشنا نعرف شلون ماهيته وكيف طريقة التفكير، ولما بنبدأ نستعمل هذا هي النظرية، نظرية القبعات الست، ما بتتخيلوا قد بيصير التفكير حلو. تمام. دائما بيقولوا لك في ناس أنا راسي عم يوجعني من كثر التفكير، طب تعالوا نعمل هذا التفكير عملية كتير مسلية ولذيذة ونجرب التقنية الرائعة اللي اخترعها العالم إدوار، اللي هو قال فيها نظرية القبعات الست. طبعا أكيد ما في قبعات نحن حنحطها على رأسنا، ولكن هو تهيأها وأعطاها ألوان، وهي الألوان رمز لها لأشياء ممكن تدل فعلا على أرض الواقع اللي حنبينها هلا. فقال إنه كل شخص هو عم بيفكر، إذا بدرب عقله، بدرب تفكيره، بدرب آراءه ومعتقداته، إنه أنا هلأ بهذا الوضعية حاطت الشبو البيضاء أو الحمراء أو السوداء أو حسب ترتيب الألوان، معناته أنا حدا صار مثالي بالتفكير. يعني اختلاف طرق التفكير بين البشر يعني على هذا الأساس مشي إدوار. ما تفوت القصص بكل بعضها. في ناس للأسف تقعد بتفكر، بتجيب الشرق للغرب للشمال للجنوب، واو واو واو، اخر شيء بتقول لك خلص كراسي انا ما طلع معي شيء. فنحن بدنا نحاول نقول انه شلون طريقه التفكير اللي بدنا نعتبرها بتسلسليه صحيحه. فلما حكى عن طريقه التفكير قال النتيجه التاليه. تمام. قسمهم لست قبعات اتمثلت بالبيضه، بالحمراء، بالسوداء، بالصفراء، بالخضراء وبالزرعاء. حنبلش يوم بالترتيب. تمام. نيجي لاول شابوي اللي هي البيضه. طبعا خلينا نتخيل كلياتنا هلا نحن حاطين على راسنا هيك شابو بيضاء، وهي بتميز انا حدا عندي تفكير حيادي. شابو مو كاسكيت. لا لا، شابو لازم كبيره وواسعه وكل ما تخيلتيها حلوه كل ما عطتك اكثر نقاء للتفكير. حلو. انا حدا عندي تفكير، لما بحط الشابو البيضاء حيادي، بياخذ حقائق، بياخذ معلومات. تمام. بياخذ احصائيات، بياخذ ارقام، بياخذ بس معلومات مجرده، يعني ما في عندي مشاعر، ما في عندي كرمالي وطول بالك وتعالى اخذك بالعبطه ومن الاشياء هي كلها. لا 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 لا، انا حدا دبلوماسي حيادي، حقائق ومعلومات فقط لا غير. ودائما بيقولوا انه لما بدك تبدا اي جلسه حواريه او لما بدك تفكر مع حالك حط لي شبو البيضة. تمام. لما بتكوني عم تتناقشي مع حدا بيعرف هاي النظريه، بصلي معه لشفافيه، حط لي الطاقيه البيضاء لك لانه حابب احكي معك بالموضوع. ممكن اصل انا وياك لمرحله انه انا بدي احكي عنك، انت عملتي لي موقف او انت تحكي عني عملت لك انا موقف مزعج، بتقولي لي غاليه معلش نكون حياديين. تخيل لما باخذ نمط الطاقيه البيضاء معناتها انا بدي اتقبل انك تحكي عني بس بدون مشاعر واحساسات. فهي نمط تفكير كثير رائع. تمام. بدي انتقل اللي بعدها، الشبو الحمراء. الحمراء مشاعر، احساس، عواطف. هون اعطيني بقى شو في عندك مشاعر، نزل لي شو في عندك احساسات، خوف، قلق، شك، ارتياب، كره، حقد، غيره، لانه كلياتها ممكن تحتمل مجموعه مشاعر. اي شيء بتحب انه يكون معي مشاعر نزل لي اياهم هلا. حلو. ولما بتكون عم تحكي باي موضوع اساسا هذا الشخص اللي حاطط الشابو الحمراء فانت فيك تحسي لحالك وهو عم يحكي. تمام. انا حاسس، يعني ممكن يقول لك انا والله دخلت هذا المشروع لانه قلبي ارتاح لك، مو لانه معطيات المشروع صحيحه. يعني هي تعتمد على التفكير العاطفي وسيطره المشاعر. الشابو الحمراء التفكير عاطفي. تمام. سيطرت مشاعر، انا عندي احساس ومشاعر وبس بدي احطهم على ارض الطاوله هون وانتم بدكم تقتنعوا فيهم كيف وشلون انا ما بعرف. فاذا بدي انتقل للي بعدها، الشابو اللي بيقولوا لك السوداء. السوداء هون بيقولوا انه لون المنطق او لون التشاؤم او لون تبع، وبركي صار معك هيك. اه
وبركي تسكرت من هون، وانت شو بيعرفك انك تكون ربحان؟ يعني هدول العالم تبع الشبو السوداء انا بتوقع بيمثلوا كتير نسبه كبيره موجوده عنا، تفكيرهم لأنه... سلبي ونقدي. طيب كيف نبعد عنه؟ هلا اولا هذا الشخص دغري مو بيجي بتشوفي شبو تبع السوداء يعني كله ثيابه وتفكيره متشائم وبركي، واحتماليات الفشل واحتماليات الغلط دائما بحطها، وبجيب لك تجاربك القديمه من 10 سنين. تتذكري من 10 سنين لما عملتي هي التجربه وما نجحت؟ تمام. فهذا الحدا طبعا يعني بنمط التفكير لازم يكون يمرق معنا. تمام. خليني اطلع معك للصفره. الشبو الصفره حلوه. الصفره يلي اول شيء جابوا لونها من الشمس. في حدا بيشوف الشمس بيكتئب؟ اكيد حدا ما بيشوف الشمس وبيكون كثير انه رواق وياي وايجابيه وطاقه. شيء جديد. تمام. لذلك قالوا على الشبو الصفره هي لون الشمس، لانه هي تعتبر التفكير الايجابي. ويا محلى لما بيقعد الاسود مع الاصفر، اسمعي الاراء اللي بتطلع مع بعض. تمام. هذا بيعطي سلبيه والثاني بيعطي ايجابيه، مين بيغلب؟ بس هذا الايجابي كمان الشابو الاصفر ما تفكري كثير كمان رايق، هذا حدا تبع اندفاع زياده عن اللزوم، تبع انه تقوم هلا نسافر يلا هلا بقوم بسافر. حدا قراراته سريعه ايجابي، ما بيشوف غير النقطه البيضاء، بيترك كل السواديه وبيركض انه لازم نعمل لازم نعمل. هلا اكيد هو لازم نعمل، بس لازم يكون يعني هو شوي كثير سوادية. متفائل ودائما بيشوف مثلا الكوب من الكاسه المليان، يعني ما بيطلع غير المليان ويعني بده يحقق اهدافه وطموحه. طيب ليش عم بيقولوا ضروري القبعه الصفراء مع السوداء ضروري وجودهم؟ يعني لا محاله لازم يكونوا موجودين. خلينا نحكي شو السبب لازم نجمعهم. حبيبه قلبي هن لازم، ليش لازم السته يكونوا موجودين؟ تمام. بس ليش السوداء مع الصفراء؟ لانه السوداء سلبي انتقادي. تمام. الصفراء ايجابي تفاؤلي، فهن الاثنين اذا انت قاعده مستمعه صفراء وسوداء عم يتحدثوا، تمام، فانا شو فعليا بعمل؟ توازن. بسمع سلبي وعم بسمع ايجابي. تمام. فانا بطلع من هالتنتين، بتطلع بتوازن، يعني لا راحت طاقتك الايجابيه ولا السلبيه. هذا التوازن اللي عم تحكي عنه. تمام. هو الشبو الخضراء، التفكير الابداعي تبع التفكير خارج الصندوق. صاحب الشبو الخضراء او اللي بيفكر بالتفكير الطاقيه الخضراء، هذا حدا ما عنده حلين، دائما عنده الثالث. تروح على ايطاليا ولا على فرنسا للشبهه ماليزيا من شو بتشكي؟ يعني ما بتوقفي بين حلين، دائما بيطلع خارج الصندوق. تماما. بيفكر بطريقه يعني ما عنده تفكير دائما ابداعي. بس غاليه سؤال كثير مهم بدي اساله هلا من خلال شرحك، عم بنشد لهدول الشابويات. ايه؟ عم بتخيل شخص واحد فيه يلبسهم كلهم؟ طبعا، اساسا السته نحن عنا اياهم كلهم، بس نحن بدنا نشوف اي وحده اللي نحن بنلبسها بتناسبنا مثلا. لا، اي وحده انا اكثر بلبسها، يعني في ناس دائما تلاقيها حاطه هذا اللون وماشيه فيه، اخرون تخيل تخيل اللون اكيد ما حدا حيلبسه. احنا احيانا هيك بنبدل. ايه هلا في ناس لا بتكون هذا الشابو ثابت عندها. تمام. طرق التفكير انك تبدلي وتقيمي، تبدلي وتقيمي، تحطي هاي وتحطي هاي حسب احداثيات الموضوع، حسب الشخص اللي عم تتناقشي معه. حسب الشخص اللي قدامك. انت لما يصير عندك نمط التفكير بتعرفي اساسا شو هلا حاطط هو، يعني شو مستوى التفكير. هلا احمر اصفر اخضر، اخر شيء اللي بتختم فيها شبو الزرقاء. الزرق اللي جابوا لونه من السماء، لانه السماء هي تعتبر احاطه، هي محيطه الى ما حولها وما اسفلها. تمام. صح. فدائما بيقول لك لما بيكون حدا حاطط الشبو الزرقاء، فالشبو الزرقاء هي قررت، فكرت، ركزت، يلا انطلق، يعني يلا اطلع، انه هذا بيكون مارق بالخمس اطوار. وهلا شو بده يعمل؟ بده يجرب، بده يطلع بعد ما عمل احداثيات التفكير كلياتها. فنحن هلا من وقت ما بلشنا نعرف الوان، صرتي مجرد ما يحكي معك اي حدا بتعرفي انه هو باي مرحله، بتعرفي. تمام. بيحكي معك ايجابيه، بيحكي معك تفاؤل، حدا حيادي، حدا بيحكي معك سلبيه، حدا يلا انه بس بدي اجرب وطبق. طيب شو عرفتي مني انا وسالي؟ هلا انا سالي انه بعرف انه الشبو تبعها صفراء. صفراء. ايه متفائل رهيبه. صفراء وعندها حمراء شوي اكثر شيء، وعندها الزرقاء اكثر شيء، هذول بتلعب فيهم دول الامور. يعني كثير شيء حلو. لا، سمر عندها البيضاء اكثر شيء. احلى شيء. شكلك احلى. عندها البيضاء وعندها شوي بتاخذ على الصفراء بس مو كتير بتاخذ فيها، والزرقاء. الزرقاء عندك بتلبسيها كثير. ايه كمان على ما يجب انه يعني الهادي اكثر. لا، الحمراء ما كثير بتمرق لعندها، واذا مرقت بتمرق مرور الكرام. والله احسن لها بكثير، احسن لك. ايه انت شو بتحبي؟
انا لازم اكون باينه معكم انه انا اكيد الشفافيه ايجابيه الصفراء اكيد الصفراء اكيد صفراء وزرقاء اكيد بامتياز اكيد. بس بالمجمل لما بتصيري شفتي كيف هلا عم نتحدث هذا الحديث، هلا بالمجمل لما بتصيري تتعاملوا مع حياتنا بتصيري انت مجرد ما قلك لك مرحبا كيفك بتختاري بقصه او بشغله بتقولي والله غاليه اليوم شكلها خيلي تصلي معنا لا ومعي لحدا لمرحله الحوار انه انا بدي احكي معك ايميلي هالشابو الحمراء وتعالي حطي لي هالبدله. بس هلا غاليه انا بعتقد انه انت بتتقبلي الراي الاخر وحتى بتتقبلي الانتقادات ولاحظت قديش ممكن انه تناقشي لاخر درجه وممكن يطلع الشخص اخر شيء يعني يعتذر منك اخر شيء. انا بدك توصلي لمرحله تكوني دائما حجه الاقناع ثابته بايدك 100%. يعني بدك تكوني عن جد البوصله اللي بتمشي مع كل الاتجاهات، بدي اجيك من هون بدي اجيك من هون. يعني عندك التفكير الشمولي يعني انت على الزرقاء اكثر شيء بتمشي. انا لا انا بس عندك معترض انه عندك نظره عامه وعندك تفكير شمولي بعدين بدك تعترض. نعم يعني هالحديث كثير جميل وممتع، يمكن هي احلى فقره كانت ضمن صباحنا، ما بننظم الفقرات ولكن ممتعه جدا وعرفتنا. خلينا اتباع خلينا نقول نظام القبعات السد قديش يعني بيعمل للشخص هيك تهدئه، ممكن اذا شوي الشخص تاقلم معه يقدر بحياته يكفي ضمن الظروف اللي نحن عايشينها. يعني نحن بنصادف اشخاص احيانا غاليه سمر، بتصادفي اشخاص بيختلفوا عنا 100% بتفكير طبعا. بس هدول رفقاتنا، يعني نحن مضطرين نلبس لهم كل القبعات لنقدر نحن نتجاوب معهم. قديش فينا هيك لازم نتاقلم ولازم كمان نعلمهم على هي، يمكن يضحكوا علينا بس هلا اي اكيد في كثير ناس ممكن اذا انت عم تيجي تحكي معهم فحيقولوا لك انه شو حضرتي لك شي درس ولا قريتي لك شي كتاب وجاي تطبقي علينا. لا اكيد لما بدك تحكي مع هيك ناس اول شيء بدك تعرفي انه هن متقبلين فكره فعلا انه انت اتحدث انا وياك بمهاره التفكير، يعني اتحدث انا وياك كيف بدك توصلي لمرحله الشخص اللي عم تحكي معه انا بقدر احكي مع تفكيرك ولا مع شخصك، بدي اميز انا عم بحكي مع شخصك ولا مع تفكيرك. التفكير شغله كثير عظيمه ورائعه، ومثل ما قالت سالي للاسف في ناس شو بتعمل؟ بتجيب كوشه افكار وكوشه معتقدات وبتتبنى شيء يمكن ما بيكون بمسها بصله لها اساسا، بتحط لك اياه على طاوله الحوار، هذا رايي يلا اقتنع فيه، هو اساسا ما بمسك بس انا هذا رايي بدك تقتنع فيه. ما في مجال في عالم تفكيره مثل ما قلنا الاسود او السواد تفكيره، هو التفكير المظلم المتشائم تمام. خلينا نرجع عليهم، طيب هدول الاشخاص كيف حنقدر نتعامل معهم؟ كيف حنقملهم القبعه السوداء نعطيهم القبعه الصفراء؟ شو برايك انت؟ هلا لاقول لك دائما طبعا. الشخص اللي بيكون حاطط الشابو السوداء قلت لك ببين معه باين من وشه بتلاقي شو هالمشروع اللي فايت بالحيط لسه بدك تجرب مدري شو، هدول بدك تعمل معهم بالشابو البيضاء الصفراء البيضاء، لانه دائما السلبي او المتناقض او المتشائم اذا بتجيبيه بالايجابيه لا بيعلى عليكي تماما. السلبي يا جماعه اقوى من الايجابي، صحيح الايجابي كثير قوي بس السلبي اقوى منه. نحن دائما بنقول الطلعة مو مثل النزلة أكيد. فبتجيبي له بالبيضة شابو البيضة تبع الحقائق، لأنه ما فيه يقدر يحارب حقائق. أنت عم تتشائم على أني شو إحساس مشاعر هيك نظرتي للموضوع، بس لما بتجيبي له حقائق فلنفرض عم يحكي معك على مشروع أنت فات على مشروع عم يعيط مثلا تجارب بركي فشلتي بركي صار ما عندك منافسين بركي، طب عطيه الإحداثيات تبع المشروع بالورقة وبالقلم وشو ممكن يعمل نتائج وشو متوقع وشو غير متوقع، فبتلاقيه بيتحجم شوي لانه الورقه والقلم والاحداثيات والحقائق يعني بتسكت اي شعور. فيك تتامني بشعورك ولا بتامني باللي بتشوفه عينك؟ اكيد لا، بتامني باحساسياتك باحداثياتك. فالمتشائم او السلبي بتطلعي معه بالشابو البيضاء، اوكي انا بحترم مشاعرك بحترم كل الشغلات اللي انت حاخذها على جانب انك عم تنبهني، بس شوف 1 و2 و3 و10 فبينضبط وبيتحجم شوي وبيصير على جانب. نعم يعني دائما هيك بيصدف بحياتنا اشخاص سمر ممكن نحن نكون معهم هن باول ما يفوتوا على بيتنا او مثلا يطلعوا معنا مشوار بيتقفقفوا من نهارهم يعني بدنا هيك نصائح للتعامل مع هدول الاشخاص. هلا الاشخاص الايجابيين معروف كيف نتعامل معهم، فهن بيضيفوا لحياتنا سعاده وبنعطيهم ايضا نحن سعاده، ولكن هيك اشخاص نصيحه يعني اي شابو نلبس وكيف نتعامل معهم يعني؟ اول شيء اذا المشوار مالك مضطر تيله لا تطلع بلا عن جد بلا عندي لحالك بيكون افضل، لانه هدول الاشخاص ممكن يعدوكي اكيد باحساساتهم السلبيه بغتتوا على القلب كثير، يعني اذا مالك مضطر كثير وفي عن جد موضوع مصيري فلا تطلعي معهم اساسا. مضطره كثير وانفرض علي شيء اجتماعي حدا من العائله مضطره اني انا اقعد معه، ما تفوتي معهم بحكايه مصيريه
او بحكايه ممكن تفتحي لها نقاشات مفتوحه، ما تستخدمي معهم ادوات الاستفهام الخمسه كيف وليش ومشان شو، لانه بيعطوكي نهايات مفتوحه، والنهايات المفتوحه بتدخلك ببير مصدر ممكن كل مالهم ينزلوكي لتحت. صحيح. احكي معهم بسؤال يكون جوابه ايه او لا، ما يصير في نقاش. خلص. صحيح. ودائما حاولي ما تكوني بنطاقهم، لانه السلبي قد ما كان قوي ما بيقوم بالحق. يعني يطول الحديث معك غاليه عن هذا الموضوع. بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم، وان شاء الله يا رب هيك يكون استفادوا مشاهدينا من هذا الفقره.